كثفت وزارة الإسكان جهودها لتوزيع شهادات الاستحقاق وتسليم المفاتيح الإسكانية للوحدات السكنية الخاصة بالمنتفعين من مشاريع مدينة سلمان ومدينة شرق الحد ومدينة شرق سترة وضاحية اللوزي، وذلك في إطار التوجيهات الملكية السامية بتوفير 40,000 وحدة سكنية، وتنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه بتوزيع 2,000 وحدة سكنية على المواطنين. وفي السياق ذاته عبر عدد من المواطنين المستفيدين من الوحدات السكنية فرحتهم الغامرة بالحصول على وحداتهم السكنية، مشيدين بالجهود التي تبذلها وزارة الإسكان لإنجاز توزيع المشاريع المدرجة ضمن خطة التوزيع على المنتفعين حتى نهاية الشهر الجاري، والتي تتم ضمن إجراءات سلسة وميسرة. أشكر وزارة الإسكان بتلبية طلبات الدائرة وهي قرية المعامير والعكر على تلبية الطلبات، ونتمنى مع العام الجديد الاتصال في باقي الطلبات. ونشكر الوزارة والأمانة، يعني كنت مع الأهالي، الكل فرحان بالاتصالات. يوم ما نشاهد طبعا الوحدة الإسكانية هذه أنها هي مثل ما تؤكد بأن هذا العمل طبعا في الإسكان عمل مستمر، ووتيرة الإسكان مستمرة، والملك جزاه الله خير يعني يريد راحة المواطن بهذه الوحدات الإسكانية، بتوزيع هذه الوحدات الإسكانية، وعطى توجيهات لولي العهد. ولي العهد اليوم قام دور كبير على جميع المستويات في الواقع. مكرمة أثلجت صدور الجميع على مستوى مملكة البحرين. شفنا اليوم الأخ أحمد تسلم الوحدة السكنية بأريحية، ونتمنى له التوفيق والسداد إن شاء الله في هذا المنزل. في البداية نشكر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة على تنفيذ وتوزيع 2000 وحدة سكنية بمناسبة اليوم الوطني وجلوس جلالة الملك حفظ الله ورعاه، وهذا يعني عامة الأفراح في مملكة البحرين، وتخدم تقريبا حوالي 2000 أسرة. وهذا الملف ملف مهم في حلحلة موضوع الإسكان، وإن شاء الله الأيام القادمة بإذن الله أنه يكون الأفضل. شهدنا اليوم توزيع الوحدات السكنية والشقق وشهادات التخصيص الخاصة أيضا بالشقق والوحدات السكنية للمواطنين الكرام في معظم المناطق، مدينة سلمان وشرق سترة، وهذه جزء من العمل اللي تقوم به وزارة الإسكان في تنفيذ الأمر السامي سيدي الأمير سلمان بن حمد بتوزيع 2000 وحدة سكنية. ولاحظنا سعادة في وجوه من استلموا هذه الشهادات، طبعا شعور لا يوصف. سكن عطوك الحكومة، ما قصرت يعني، والله الحمد، الحمد لله رب العالمين على هالنعمة، وهذه إن شاء الله بادرة خير، والله يبارك سيدي صاحب الجلالة وولي عهده بمناسبة الأعياد التي مرت علينا، فهذه من يوم إلى يوم فهو يكون أعيادنا متواصلة. والله الأهل كلهم مستانسين، والخاصة الأولاد، ونشكر جلالة الملك ورئيس الوزراء ووزير الإسكان خاصة يعني على هاي المتابعة. أكيد شعور لا يوصف، أكيد فرحة لي والأهل يعني. والله كلمت البيت وفرحوا لي صراحة، يعني الحمد لله على كل حال يعني.